السلام عليكم، أهلا أخواتي، مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم طاولة فطار الصائمين، إن شاء الله تعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يبارك ويزيد إن شاء الله يا رب. شوفوا هذه وجبة ما شاء الله نديرها معكم الآن، إن شاء الله تجربوها. 3 حبات بطاطا و 3 حبات غورجات كابويا، نربيهم إن شاء الله تجيكم سهلة، وجربوها لولادكم والله غير يحسبوها حاجة كبيرة. وجبة اقتصادية، تشوفوا 3 حبات البطاطا، 3 غورجات، نربوهم بالخشين، نغسلوهم مليح، نقوهم، نربيهم بالخشين كما راكم تشوفوا هكا. البطاطا نغسلها مليح بالماء عاد نقطرها بالكسكاس. الكوجة تكون مغسولة ونربيها، ما نغسلوهاش وهي مقصوصة، نغسلوها في الأول. في مقلاة نديرو 5 مغارف تاع زيت، نحطو البطاطا والكوجة يتقلاو مليح مليح حتى يدبالوا كامل ويطيبوا، غطوا عليهم بمغلقه. نقصوا لهم وغطوا عليهم وخلوهم حتى يطيبوا مليح مليح، نزيدوا نرابيو عليهم 3 فصوص ثوم. نرشو عليهم رشه تاع الملح ورشه تاع فلفل اسود. كل مره نحركو حتى يطيبو غايه. كي يطيبو حطوهم في طبسيه اخر يبردوا، خليهم يبردوا. جيبوا 3 حبات بيض، حطوا البيض وحده والصفار نحطوه مع الخليط مع البطاطا والكورجيت اللي قليناهم. البيض نجيبوا الباتور ونطلعوه مليح، نحطوا عليه شويه ملح ونطلعوه حتى يولي ابيض. نخلطوا الصفار مع الخليط تاعنا، نزيدوا عليه 3 المغارف كبار تاع فرينة، قرصة خميرة كيميائية تاع الكاطو، نص كاس حليب. نزيدوا هذاك بياض البيض بالعقل حتى نخلطوه مليح مليح في الخليط باش يجينا خفيف، يجي ما شاء الله. انا الطبسيه ديال جاني صغير قلبته في هاد باش تجي شويه كبيره باش نقدر نخلط. والكوشه راني شعلت لها، حطيت ملعقه تاع زيت في بابي كويسون في الصينيه، ندهنوا بابي كويسون باش ما يلصقناش، ونحطوا داك الخليط. سباتيو نسقمو له الوجه تاعو باش يجي ملي مسقد، وندخلو في الكوشة، نشعلو له من تحت ومن بعد من الفوق. حنا نجيبو شوية تاع الدجاج ولا كل واحد وش عنده. أنا كان عندي شوية تاع السدر، خسيت شوية حطو حبة بصل كبيرة مطحونة، شوية زيت، نقلوهم كامل مع بعض. زيتون تاني حبيبات نقطعوهم دوائر ونقلو كامل مع بعضهم، زيدو عليهم شويه ملح شويه فلفل اسود،
نجيها راح نحطو نحضرو كريمة الجبن، كاس حليب من غرفة كبيرة مايزينا، غرفة كبيرة في جبن فرمج اللي عندكم أي نوع، شوية ملح ونخلطوهم مليح مليح ونديرهم على النار حتى يتقالوا ويولوا خاطرين. شوفوا ولاد جبن ما شاء الله، حطوها تبرد الرولو تاعنا صاي طابت هاد، نشكلوها على شكل رولو دروا كي دهناه بالزيت ما يلصق ما ولا يجي ما شاء الله. حمرناه من تحت من بعد من الفوق، يعني نحاول نلويه باش من بعد ما يجينيش واعر كي بدينا ندور فيه. نجيبو كريمة الجبن ندهنوها على الوجه تاعو كامل، نحطو هاديك لافاخس اللي خدمناها نحطوها فيه ونزيدو نقطعو شوية هنا مقطع راحلي، قصيت شوية زيتون عاد مربعات صغار زيتو فيه ولويتو بالعقل كما لويتو في الاول. انا هنا كنت حاسبه راني نصور هو البورطاب ما كانش يصور لي، ونحاول نقطعوه الشكل اللي نبغوه حنا. انا درتو كما راكم تشوفوا هكا، تنجمو تحضرو طاجين تاع الزيتون وتسقوه به، واللي يبغي كيما هكا ياكلو كيما هكا تاني راه بنين ما شاء الله. واللي يبغي تزين يزيد معاه الزيتون وكامل يسقي كامل مع بعض. والله غير جربوه لولادكم ما شاء الله يفرحوا به، يعجبهم غاية، خاصة اللي ما ياكلوش الخضرة كورجات ولا احنا ما يعرفوهاش. جهة اخرى هذا راكم موافين نديرو معاكم دايما، انا شاركت معكم كامل مقتطفات من نهاري شويه شويه. كي نكمل كمية كامل نحطها في جهة في الثلاجة، ولا وهاديك من الأحسن نحضروها في الصباح خير. وهنا حطيت الفول نقيته غسلته مليح بالماء والخل وصفيته مليح، درته في كسكاسي فور وحطيت عليه رشة تاع الزعتر والملح. في الأخير كي نجي نديرو شوية زبدة يجي شاهي ما شاء الله. هنا الفريت دائما في طاولة لازم، هي والحليب فرد ما نستغناوش عليهم. الفول هنا راه فار والله يطلق بنا ما شاء الله، ربع ساعة كان طاب. ريحة الزعتر درت في الدار ريحة شابة. قليت هنا حبيبات البوراك تاني، نحضرو الشاي ولا القهوة كل واحد شاي حضر. كيس قربت أدى المغرب راني ندير أنا لاتاي للسهرة باش ما كي نكملو الفطور يكون طلق مليح. هذه هي طاولة الإفطار تاعنا، طاجين الزيتون
دجاج وزدت معاه شوية بطاطا، رولو هذا رولو تاع بطاطا وكوغجيت في بيت بوراك، سلطة خلطتها كيما هكا، شوية فلفل شوية مايس شوية بيطاف شوية سلطة شوية طماطم فرماج حبيبة زيتون والفول ما شاء الله والله جمال العالم. صحة فطوركم، كل عام وانتم بخير، استودعكم الله، مع السلامة.